الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصفة رائعة جدا بالأرز، الأرز كريم الأرز لشد الوجه والقضاء على التجاعيد. وصفة سهلة، مكوناتها متوفرة في كل بيت. فهذه الوصفة هي من بين الوصفات المفضلة لدى الكثيرات من الكوريات. استخدمنا الأرز لفوائده الجمالية للبشرة في محاربة التجاعيد وتفتيح البشرة بشكل طبيعي وسريع ورائع، وتفضله الآن الكثير من العربيات. يعد الأرز من أفضل الأقنعة لشد وتفتيح البشرة في البيت، كونه لديه القدرة على تحفيز وإنتاج حمض اللينوليك وسكوالين، وهما أحد مضادات الأكسدة التي تقلل من ظهور التجاعيد. كما يمكننا كذلك استخدام هذا الكريم كعناية للبشرة في سن صغير، من سن 10 سنوات فما فوق يمكن استخدامه طبعا للعناية بالبشرة وحمايتها من التجاعيد. كما يحمي لنا سكوالين البشرة من أشعة الشمس، والأرز يحتوي على كمية وافرة من الفيتامين إي، لذلك لا حاجة لإضافة كبسولات الفيتامين إي لهذا الكريم، فالأرز غني جدا به. نحتاج لنصف كوب من الأرز، ونضع عليه 3 أكواب من الماء على نار. طبعا نقوم بغسل الأرز جيدا، نضعه على نار هادئة ب3 أكواب من الماء حتى يسلق الأرز نهائيا بدون ملح أو زيت أو أي إضافات أخرى. بعدما نقوم بسلق الأرز، نقوم بضربه في الخلاط. نضع كل هذه الكمية في الخلاط، ونتحصل على هذه الوصفة. نأخذ ملعقة طعام كبيرة من هذا الكريم، ممكن مضاعفة المقادير، هذه الكمية لبشرة الوجه والرقبة واليدين. إذا كانت الوصفة لكامل الجسم نضيف 2 ملاعق طعام من هذه الوصفة، وباقي الوصفة يمكن الاحتفاظ بها في المجمد واستخدامها في هذه الوصفة أو وصفات أخرى، كوصفة كذلك صابونة الأرز، ونحتفظ بها في المجمد في علبة فردية للاستخدام لمرة واحدة. يعني إذا تم إخراجها من المجمد نستخدمها لمرة واحدة لصالحة ل3 أشهر. المكون الثاني لدينا هنا الدقيق الأبيض، دقيق المخبوزات. نضيف ملعقة شاي من دقيق المخبوزات لكل 2 ملاعق طعام كبيرة من الأرز المسلوق والممزوج في الخلاط. إذا كانت متوفرة لديك الألوفيرا، يمكن إضافة ملعقة شاي صغيرة من جال الألوفيرا. غير متوفر جال الألوفيرا من الصيدلية، يمكن استخدام الألوفيرا على شكل نبتة الطازجة يعني، أو يمكن استخدام عسل النحل. عسل النحل في هذه الوصفة كذلك فعال جداً لشد البشرة وتفتيحها وإزالة التجاعيد. بالنسبة للدقيق الأبيض أي دقيق المخبوزات الفرينة، يمكن استبدالها بدقيق الأرز كذلك في هذه الوصفة، أو نشا الذرة. كذلك يمكن استخدام حليب الأطفال أو حليب البودرة المتوفر عندنا في المطبخ، أو كذلك يمكن استخدام أرز الأطفال. هذه هي البدائل. نقوم بمزج المكونات مع بعض. صاحبات البشرة الدهنية، يضيفوا ملعقة شاي صغيرة من عصير الليمون.
نخلط المكونات جيدا بهذا الشكل. لا حاجة لإضافة قلت كبسولة الفيتامين إي، فقط إذا أردت أن تكون مدة صلاحية هذا الكريم شهر كامل يمكنك إضافة كبسولتين من الفيتامين إي من أجل زيادة صلاحية الكريم، لأن هذا الكريم مدة صلاحيته 10 أيام في الثلاجة فقط، وبعدها نقوم بتجديد الوصفة. هذا هو الكريم المتحصل عليه. بالنسبة لمن ترغب بعمل صابونة الأرز، طبعا هي موجودة في القناة، قمت بعملها من عدة سنوات وهي موجودة، ويمكن أخذ كوبين من هذا المزيج، مزيج الأرز، ونضع عليه حوالي 5 ملاعق طعام كبيرة من أي صابون يتوفر عندك في البيت ويناسب نوع بشرتك، سواء كانت صابونة دوف أو صابونة زيت زيتون أو أي نوع صابون يناسبك أنت. نضرب الكل في الخلاط ونتحصل على صابونة الأرز، أو يمكن تذويبها إذا كان الخلاط غير متوفر، يمكن تذويبها على حمام مائي ووضعها في قوالب خاصة، أو يمكن الاكتفاء فقط بوضعها في علب واستخدامها مباشرة، كل واحدة حسب ذوقها ورغبتها في عمل الصابون. طريقة استخدام هذه الوصفة: على بشرة نظيفة، دائما يجب أن تكون البشرة نظيفة، نقوم بتوزيع هذا الكريم من الرقبة من أسفل إلى أعلى، وحول العيون كذلك. يمكن توزيع هذا الكريم، طبعا ممتاز لإزالة الهالات. وكذلك على الجفون وعلى الجبين. نتركه إلى أن يجف تماما، وبعدها نقوم بغسل هذا الكريم بماء فاتر لإزالة كل آثار هذا الكريم. قبل غسله نقوم بفرك بهدوء. بعدما يجف نقوم بعمل تقشير، أي أن نفرك البشرة بهدوء، وبعدها نقوم بغسل البشرة بالماء الفاتر ثم الماء البارد لغلق المسامات، وستلاحظين الفرق من أول مرة لاستخدامك لهذه الوصفة. فقناع أو كريم الأرز هذا يشد الوجه ويقضي لك على التجاعيد إذا كانت خفيفة جدا، وستلاحظين الفرق قلت ومن أول استخدام لهذا الكريم. هذه الوصفة أو هذا الكريم آمن الاستخدام للحوامل، يمكنهم استخدامه وبكل أمان، كذلك المرضعات، البنات الصغار قلت من 10 سنوات فما فوق يمكن استخدامه وبكل أمان، آمن وليست له أي أعراض جانبية. ففوائد هذا الكريم، كريم الأرز لبشرتك كثيرة جدا، حيث يتميز باحتوائه على حمضي اللينوليك وسكوالين سبق وشرحت، إضافة إلى أنه غني بمضادات الأكسدة التي تساهم في إفراز الكولاجين، والذي يساهم بدوره بزيادة ليونة بشرتك ويحافظ لك على شبابها إذا استخدمت هذا الكريم بانتظام. يمكنك استخدامه بشكل يومي إذا كانت بشرتك تعاني من تجاعيد واضحة جدا، أو يمكنك استخدامه يوم بعد يوم حسب البشرة والتجاعيد الموجودة بها، وكذلك تحافظ لك تحمي البشرة من الجذور الحرة. كذلك هنا الأرز قلت أنه يحتوي على نسبة عالية جدا من الفيتامين إي، لا حاجة لإضافة الكبسولات إلا لزيادة الصلاحية. وكذلك هذا الكريم يحتوي على زيت الأرز،
الذي يعمل على تحسين نوعية البشرة وترطيبها. زيت الأرز استخلصناه من الأرز أثناء سلقه وضربه في الخلاط، لذا فزيت الأرز موجود في هذا الكريم. تعتبر المستويات العالية من الأحماض الموجودة في الأرز بمثابة واقي طبيعي من الشمس. إذا كانت بشرتك متضررة من أشعة الشمس، يمكنك استخدام فقط هذا الكريم بشكل يومي وستلاحظين صفاء البشرة. كذلك الأنتوانين المتوفر في الأرز يحافظ لك على بشرتك، قلت، من حروق الشمس، ويعزز لك إصلاح تلف بشرتك الناتج كذلك عن أشعة الشمس. كذلك الأرز هنا يسيطر على إنتاج الميلانين في بشرتك، مما يساعدك على تفتيح لون البشرة. كذلك الأرز يزيل الزهم أو الدهون الزائدة من بشرتك، مما يخفف من حب الشباب. إذا كانت بشرتك تعاني من حب الشباب، يمكنك وبكل أمان استخدام هذا الكريم. مكوناته متوفرة في كل بيت، خاصة إذا استخدمت بدل جل الألوفيرا عسل النحل الطبيعي. كذلك هو مصدر غني جدا بالفيتامين بي الذي يعزز لك إنتاج خلايا جديدة، مما يبطئ عملية شيخوخة البشرة وظهور التجاعيد. هذه الوصفة قلت هي آمنة وليست لها أي أعراض جانبية، يمكننا استخدامها بشكل يومي، لا ضرر أبدا في ذلك. الصلاحية ذكرت أنها لمدة 10 أيام بدون كبسولات الفيتامين إي وشهر بكبسولات الفيتامين إي. كما يمكننا تجميد باقي الوصفة في المجمد واستخدامها في وصفة الصابون وهذه الوصفة. بالأخير لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع باقي الأصدقاء كي تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Le Paris Santé, spécialiste des voyages médicaux, vous offre ses services pour l'organisation de vos séjours de soins dans les meilleurs hôpitaux et cliniques de France et partout en Europe. Le Paris Santé planifie vos rendez-vous médicaux ou d'hospitalisation et sera à vos côtés dès votre arrivée et jusqu'à votre retour dans votre pays. Évacuation par avion médicalisé, hébergement, transport, interprète, nous déployons tous les moyens pour réussir votre déplacement. Le Paris Santé, c'est aussi des vidéoconsultations et deuxième avis avec des médecins français spécialistes de votre maladie. Plus d'informations sur www.leparissante.com, facebook.com/leparissante ou par téléphone au 00 331 48 39 41 99. Avec le Paris Santé, bénéficiez-vous aussi de la qualité d'un système de santé mondialement reconnu. Le Paris Santé, votre partenaire médical en France.